يا حور يا حور افتحي بقى، بقالي ساعة بخبط. التليفون طيب ما بطلش رن، مش عارف ارد على الناس اقول لهم ايه. الاعلانات اللي انت عملتيها مكسرة الدنيا، يلا افتحي خلينا نرد على الناس دي. هتفتحي طيب ولا اكسر الباب؟ اكسره مش فارقة، اصلا ما بقاش بتاعنا. طيب ماشي. ايه ده فيه؟ وانا كل ده متسوح اصلا، فاكر الباب مقفول. على فكرة عيب قوي على ايه تدخل على ايه الاوضة. المحامي قال ان انت زي امي، وانا كنت بدخل الاوضة على امي عادي، خصوصا لو قاعدة حابسة نفسها كل ده وقاعدة بتعيط. انا ما بعيطش، في حاجة دخلت في عيني. خلاص خلاص ما بعيطش على حاجة كده، كده مفيش راجل بيعيط. ها راجل؟ انا معقدة قوي كده؟ انت بتقول كده ليه؟ لا لا مش معقدة قوي حاجة، بس بصراحة يعني تقريبا كده. طب بقولك ايه، طيب انت اخر مرة سرتي فيها كانت امتى؟ مش فاكرة. لا خلاص انا اقدر كده اجاوبك، وانا متأكد تمام انت معقدة بالثلث يا حبيبتي. بس طب بهزر.